سكتك خضراء زي ما لو انتم فاكرين المبادره اللي احنا اتكلمنا عنها من اسبوعين تقريبا اللي هي دعم هنا ركوب الدراجات. قررنا بقى اننا ننزل معاهم في جوله في شوارع تحديدا مصر الجديده. يعني عايز اقول لحضراتكم كانت حاجه فعلا حلوه جدا ان انت كمان تركب العجله وفي امان وتنزل تتفرج على مصر الجميله اللي دلوقتي بقى في تطور ملحوظ بصراحه وتجميل ملحوظ في الشوارع المختلفه. فاعتقد كانت او كان يوم حلو قوي. خلينا نروح مع حضراتكم نوريكم كده اليوم كان عامل ازاي في التقرير ده ونرجع نكمل. احنا مبدئيا فريق جو بايك هو فريق هادف لنشر ثقافه الدراجات. احنا عايزين كل الناس تركب عجل. بنعمل رايدات بتاعتنا او الايفنتات بصفه اسبوعيه. بنستفاد بالكثافه المروريه القليله يوم الجمعه صباحا. بنتحرك في الشوارع، بنزور اماكن اثريه وسياحيه وترفيهيه. النهارده رايحين حديقه الميريلاند في مصر الجديده، وكمان نزور اماكن ركن للدراجات اللي هي تبع مشروع سكتك خضراء. بنحاول ننشر الثقافه دي. بيبقى معانا مشاركين من الشباب والبنات وجميع الاعمار، في ناس كبار وفي ناس وشباب صغير. بنحاول ان احنا ننشر الثقافه دي بقدر الامكان. بندمج المحتوى الرياضي بمحتوى اثري او ثقافي او سياحي. بنروح اماكن زي قصر البارون، قصور زي قصر عابدين، قصر محمد علي. بنروح متاحف زي متحف القوات الجويه. يعني بنحاول ننشر الثقافه دي بقدر الامكان. احنا بننظم الايفنتات بتاعتنا بصفه دوريه كل يوم جمعه. بننظمها مش بس في القاهره، بننظم كمان خارج القاهره. بنروح شرم الشيخ، الغردقه، دهب. بنروح محافظات زي بني سويف، الفيوم، المنوفيه. الفتره اللي جايه ان شاء الله عندنا ايفنتات لطيفه جدا. عندنا في محميه وادي دجله، عندنا في المعادي، في المهندسين وفي الزمالك. بنروح كمان نزور برج القاهره. يعني بنروح اماكن مختلفه كتير. لا اليوم انا بستنى اليوم من الجمعه للجمعه علشان اجي الايفنت. طبعا مشتركه معاهم من زمان. جو بايك محمد سامي طبعا شخصيه جميله والرياضه جميله، بتدينا تصحى الصبح بدري تعمل نشاطك وبعدين بنخلص على 10:30 11 بنرجع بقى نكمل اليوم الفاميلي بتاع العيله. فبحس ان انا ما اقدرش ان انا استغنى عن الرياضه. يعني طبعا احنا بننزل كل يوم جمعه مع جو بايك محمد سامي. رياضه طبعا جميله جدا وبنشجع بعض وبناخد طاقه ايجابيه وبنتعرف طبعا على ناس جديده وبتدينا فرصه اننا نقضي يوم جميل وبنشوف اماكن جديده. يعني مره بنروح الهرم، مره بنروح المعادي، مره بنروح مصر الجديده، الزمالك. حبيت اني اشارك بصراحه في الموضوع. يعني هو بيفصل الواحد وبيجدد نشاط وبيخلي الواحد يغير موده. يعني وطبعا انت عارف الكابتن اللي احنا فيه كلنا، يعني هو الموضوع ممتع بصراحه. يعني ولا وكويس جدا، يعني جدا جدا. هو الناس لما بتشوف الناس بتسوق عجل بيتشجعوا اكتر طبعا. لما يعني الاول مثلا كل واحد كان بيروح فرداني كده حوالين بيته وبتاع، بس طبعا لما بيلاقوا ناس جروبس مع بعضها بتلف فطبعا بيتشجعوا اكتر، بيحسوا ان الموضوع عادي ومش محرج. بالنسبه للبنات كمان اكتر لما يلاقوا ناس كده مع بعض بيتشجعوا اكتر، يعني تبقى لطيفه جدا. هو طبعا نزول مع جروب بيشجع اكتر ان احنا يعني نتجمع كاصحاب وننزل مع بعض غير ما كل واحد ينزل لوحده. طبعا متشجع نروح مسافات اطول. يعني جت عندنا درجتك صحتك وسكتك خضراء، المفروض ان احنا ننزل كنا نصور ونجرب. ناقص ايه؟ ناقص ايه تتحرك فعلا؟ ناقص مبادرات ايه تاني مصر حلوة تعملها عشان حلوه جدا. عايز اقول لك حلوه جدا وهتنفع ناس كتير. وبالمناسبه الى جانب انعكاساتها الايجابيه رياضيا، أيوة، فكمان تسهيل امور وحياه الناس هتفرق كتير جدا بعد الدراسه. بص انا بتفق معاك جدا، بس احنا لما كنا بنتكلم مع ضيفنا يعني هو القائم بالمبادره اصلا سكتك خضراء، هو كنا بنتكلم معاه فين ممكن ان احنا نعمل ده. وطبيعه الحال عشان يبقى كلام واقعي يعني، فاكيد الاماكن اللي بتسمح الشوارع فيها بده، لان في بعض الصعوبات هتواجهنا في الشوارع الرئيسيه اللي ما فيهاش خانه للعجل.